الحقيقة المحاضرة بتاعتي عن الدنك، يعني أنا بعتبر إن البروسيجر ده مهم جدا، إن كل واحد بيشتغل كيراتوبلاستي مش بس يتعلمه، لا لازم يتقنه ويماستر الدلك الحقيقة، لأن البروسيجر ده is almost always mandatory في حالات الكيراتوبلاستي والسوبرفيشال كورنيال اوباستي. وفرق كبير جدا 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 انك تعمل بنتريتي كيراتوبلاستي لواحد شاب صغير وتعرضه للريجكشن وتعرضه للجرافت فيلير، وانك تحافظ على الديسمنت ممبرين والاندوثيليوم بتاعه لو كان انتاكت، وتحط له بس ستروما، وتزود الريت اوف سكسس، وتزود وتقلل الريجكشن في الحالات دي. فانا بعتبر ان مش هقول جريمه، ولكن ان انت تعمل حاله مفروض تعمل لها دلك وتفيل منك، انا بحس ان انا في مصيبه حصلت. يعني بخش اعمل لعيان انتيريو لاميلا كرات بلاستي واضطر او يحصل عندي ميس هاب و افتح الدسمنت ممبرين، بحس ان انا اي ديد سمثينج رونج، لان الحالات دي لازم تبقى يعني هقول لك 99% شور انك هتسكسيد، لازم مش هزار. وبالتالي مهم قوي انك تعلم. هو الفيديو مش عايز يشتغل ليه؟ لازم تتعلم التكنيك وتتقنه. الحقيقه انا الابروتش بتاعي في الدلك مختلف عن الدلك الكلاسيك بالنسبه للناس اللي بتشتغل انتيري لاميلا كيراتوبلاستي بيج بابل تكنيك. الناس كلها بتعمل ترفاينيشن وبعد كده تعمل البيج بابل، انا بحب اعمل البيج بابل في الاول. ولما نقول في الاول يعني بخش سوبرفيشال بالنيدل زي ما شفنا، وبانجكت فورسبلي يعني بقوه الاير بابل بتاعتي، على عكس الكلاسيك تكنيك اللي هو بيقطع الكورنيا حوالي 80% بالترفاين على حسب ما هو قايس بالالترا ساوند الثيكنس بتاعه، وبعد كده بيخش يحل بالبابل. انا شايف ان الطريقه دي اولا انت بتخش سوبرفيشال، فاحتمال انك تفتح الدسمنت ممبرين اقل. اثنين انت بتعمل كورنيا الانفيزيما، الاير بابلز اللي بتخش بسرعه دي بتملى الكورنيا وتخلي الكورنيا كلها وايتش، وبالتالي بتزود لك الثيكنس بتاع الكورنيا قوي، وبالتالي اكسيدنتال بيرفوريشن او اوبننج اوف ذا كورنيا وانت بتعمل الترفاينيشن بتقل، لان الهواء لما بيخش في الكورنيا ستروما بيخلي الثيكنس بتاع الكورنيا ستروما اكتر. الحاجه الثانيه اللي احنا برضو في ساعات الواحد بيبقى في الباك مايند بتاعه معلومه وممكن تكون مش مظبوطه، هل انا لو حقلت هواء جامد البيج بابل دي مره واحده هفرقع الدسمنت ممبرين؟ لو الدسمنت ممبرين انتاكت مش هيفرقع، العين هتبقى ستوني هارد بس الدسمنت ممبرين مش هيفرقع. امتى الدسمنت هيفرقع؟ لو في ديفكت في الدسمنت ممبرين، حصل له بريفيوس تير في الدسمنت ممبرين، وده ممكن يحصل في الادفانس كيس اوف كيراتوكونس، او ان يكون الدسمنت ممبرين في اتاتشمنت او حصل سام سورت بريفيرال بيرفوريشن وبعدين هيلينج، والدسمنت ممبرين في الحته دي ستاك، ساعتها لما البيج بابل تيجي تفور البيج بابل هتفرقع الدسمنت في الديفكت ده. انما لو الدسمنت ده سليم زي معظم حالات الكيراتوكونس والسوبرفيشال كورنيال اوباستيز مش هيحصل له رابتشر. احنا يمكن شايفين هنا الاوتلاين بتاع البيج بابل، يعني البيج بابل هنا مش واسعه قوي اهو، شايفين الدايره دي، هنا اقدر اقول ان البيج بابل عندي اتكونت، ها وده الاوتلاين بتاعها باين اهو، مطرح ما الديسمنت فصل والديسمنت اتاتش. طب هتعرف ازاي ان الديسمنت ممبرين بتاعك اتفصل فعلا وفي بيج بابل؟ في ساين ظريفه جدا، اول حاجه التنشن لازم يعلى، نمره اثنين شايفين اللايت ريفلكس هنا، البركنج ايمج دي ما تظهرش غير لو في كونكيف ميرور ظهرت ورا، يعني الدسمنت فعلا فصل واشتغل كمرايه عكس لي الضوء بتاع الميكروسكوب، فده اتس شور ساين ان انت عندك دسمنت. لو مش موجود اللايت ده، لان ده فوق الايرس، لو الريفلكس ده مش موجود يبقى الدسمنت ما فصلش، لان الايرس داز نوت ريفلكت ذا لايت، فمجرد الريفلكشن بتاع الايمج بتاع الميكروسكوب او البركنج ايمج دي معناها ان الدسمنت انفصل. طبعا بتعمل سوبرفيشال كات
واحنا عارفين ان كل ربع لفه في الترفايل بتجيلي حوالي 40 مايكرو وبتفصل. ما تحاولش تزود قوي لان جبتها في الكيراتو كونس بالذات ممكن قوي ان انت ايه تبرفوريت. فحاول دايما ان انت ما تلفش كتير وطبعا يكون عامل الترا ساوند احتياطي. زي ما قلنا الانفيزيما اللي في الكورنيا بتعمل حركه ظريفه قوي. ايه هي؟ انها بتوريني حدودي وببقى شايف كويس قوي الادجز بتاعتي وانا بعمل السوتشرنج بتاعي. بعدين تيجي بقى حاجه مهمه قوي الايه؟ البريف سلاش. البريف سلاش زي ما المودرن تيتشنج او الكونفشنال تيتشنج بيقول لك خش بسوبر بليد واقطع كده مره واحده وانت وحظك. انا بحس ان دي خطوه جريئه شويه. اهو انا فتحت كده الايه؟ الروف اوف ذا بيج بابل، يعني فتحت سترو. انا دخلت على الدسم. انا بخش بكريست واقطع واحده واحده زي ما شفنا كده في الفيديو بالراحه لغايه ما بفتح الروف بتاع البيج بابل. صحيح الفتحه هنا من العيوب بتاعتها بتبقى صغيره بتاعتها، بس انت مفروض ان انت تشوفها وتدور عليها. بعد ما تدور على الفتحه بتاعتك بتبتدي تلاقي انك لو انت سكسسفولي عملت البيج بابل بتلاقي لاين اوف كليفج حلو قوي، ما تلاقيش تروما ماسكه خالص، بتلاقي كان ان انت بتقدر تخش بينهم وتديسكت بمنتهى السهوله، وبتلاقي المنظر واضح قوي ان انت داخل في بلين مظبوط لان الدنيا كلها بتبقى سالكه. لما نيجي نقطع الستروما لازم نعمل فيري سمول شورت كاتس واحنا بنلف لغايه ما بنسكسيد ان احنا نريموف كل الستروما من فوق الدسمنت. وبعد كده بتيجي الخطوة التانية اللي هي برضو بعتبرها مهمة في ظروفنا الحالية، لان طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا ديفيشنسي في الكورنيال جرافتس، وبالتالي كل ما بتتوفر ليك حالة من حالات الكيراتوكونس اللي هتعمل لها دالك او بيج بابل تكنيك بتبقى فرصة ان انت تاخد الايه الدسمنت ممبرين بتاع الجرافت دي وتزرعه العيان عنده كيراتوكونس. انا بعمل تكنيك ظريف قوي قوي قوي. كان زمان الهارفستنج بتاع الدسمنت ممبرين كان حقيقه صعب وسخيف، وكان معظم التيتشنج كان يقول لك هات سوبر بليد او ام في ار وابتدي اقطع الدسمنت ممبرين. الحقيقه الطريقه دي عيبها انك انت الدسمنت ممبرين سو ثين، لما بتقطع بكاتنج تول حاميه بتكون النتيجه ان انت بتعور الستروما كمان. يعني عمرك ما بتقطع بس الدسمنت ممبرين لو انت بتقطع بام في ار او سوبر بليد. وبالتالي لما بتيجي تحاول تمسك الدسمنت وتشده بتلاقي انك ماسك معاه ستروما مهما حاولت، فبتلاقي عمليه السيبريشن صعبه جدا. ده غير ان الشارب نايف بتعمل لي تاكس، والتاكس دي ممكن وانا بشد تاكستند وابوظ ال. انا بستعمل سينسكي هوك مقلوب. السينسكي اولا از بلانت، واللطيفه بقى ان انا بحطه على ارتفيشال انتيري تشامبر واقلبه زي الشراب، يعني بقلب الجرافت ابسايد داون. يعني انا حطيت الجرافت وقفلت الارتفيشال انتيري تشامبر وحقنت فيسكو الاستيك ورا، وبعدين بلف بايدي الشمال وايدي اليمين اللي ماسكه السينسكي ثابته، الف سيركل كده 360 درجه. ففي نفس المكان بالظبط زي ما تكون بتفتح كان اوبنر او علبه اي حاجه تين بتحاول تفتحها. فهي اللفه دي بتبقى في طريقه في حد بيتكلم ولا غايبه؟ طيب بعد ما بتخلص الحركه دي تقدر تاخد الجرافت دي تحطها بقى في التشامبر وتعمل السكوبا تكنيك بتاع السيبريشن بتاع الدسمنت. واميزنجلي اميزنجلي اهو انا هنا بفك الارتفيشال انتي تشامبر، خلاص خلصت اللفه بتاعتي، وبعدين هنقل الجرافت. ليه التشامبر بقى العاديه وارجعها تاني، مش هتبقى مقلوبه بقى، وهبتدي اسيبريت الدسمنت. طبعا لازم تحط ستين عشان تشوف الادج اوف ذا دسمنت قبل ما تعمل له سيبريشن. اهو الادج واخد ستين، هي طبعا ستين خفيفه
بس بصوا قد ايه انا مش قلقان وانا بفصل الدسمنت وهو بيديتاش، ومش قلقان ان يبقى عندي تاكس خالص. انا ببقى متاكد 100% اولا مفيش ترومه مقطوعه عمرها ما هتمسك، ما هتيجي معايا في الفورسبس، مفيش ترومه يتعور بالسنسكي، انما الترومه استحاله تقطعها، وبالتالي اي حاجه هتمسكها هو الدسمنت بس، وبالتالي لما تيجي تفصله هيتفصل معاك. وكمان علشان الكات لينير، لان اللفه بتاعتي لففه بايدي الثانيه وسيركلر، هنبص نلاقي ان مفيش عندي اي تاجز، وبالتالي تشوفه بصوا بيفصل بمنتهى السهوله ازاي، ومفيش تاجز، انا ما بحاولش اشيل حتى حته رمنت من جنب من كتر ما انا شور ان الدسمنت هينفصل من غير قلق. الحقيقه دي خلتنا نبقى متاكدين تقريبا ان احنا في كل حاله هنسكسيد فيها ان احنا نعمل ديب انتيري لاميلر، كمان هيبقى عندنا دسمنت تمبرين وهقدر اعمل كيس اوف دماغ مع الدلك، وبالتالي هقدر استفيد استفاده قصوى من الجرافت اللي هي طبعا دلوقتي اصبحت اكسبنسيف قوي. و اي هوب ان انتوا تكونوا او عندكم ايم، اعتقد ان في النير فيوتشر لما كنتوش بتشتغلوا بنتريتنج كرات بلاستي بتاعي ابتدت تبقى افيلبل، ولا لسه في التامين الصحي مش موجوده؟ مش كده يعني؟ اي ثينك ان انتوا عندكم ا فيري جود اوبورتيونيتي اند ا فيري جود شانس لان انتوا تتعلموا التو تكنيكس دول مع بعض، وطبعا جوينينج فورسز او انك انت تجيب اثنين عينين وتعملهم مع بعض تديك اوبورتيونيتي كويسه قوي ان انت مش بس توفر جرافت، لا تقدر تفيد التو بيشنتس بنفس الجرافت. طبعا بعد ما بنفصله ما بنفصلوش الدسمنت خالص، بنسيب جزء وبعدين بنحط الداي بقى عشان نصبغ الدسمنت. و شوفوا مجرد ان انا حاصبغ هيبان الدسمنت حتى هو من كتر ما هو لوس هيروح مفصول لوحده من غير محتاج ان انا، اهو شايفينه على الجنب كده هو لف لوحده حتى ما احتاجتش ان انا اشيله من فوق بقيه الاسترومال جرافت اللي هحطها في حاله الدلك اللي زي ما احنا شفنا ابتديناها. لو في اي حد انترستد في الفيوتشر ان هو ياكواير هيز سكيل، احنا بنعمل في القصر العيني عندنا ويت لابس كتيره دلوقتي على رابتس ايز، وبنقدر نعلم التكنيكس دي في الويت لاب، ودي حاجه لطيفه للغاوي وانترست ان هو يتعلم. اعتقد لو في حد اي حد انترست ممكن برضه يكونتاكت دكتور محمد المعصراوي، هو هيقدر يورينته بما ان هو يعني اورينتد بيكم كلكم، هو هي كان دايركت يو لاي تيتشنج او توتوريال ويت لاب هنعمله، واهلا بيكم في اي وقت طبعا. شكرا.